خلينا نبتدي قعدتنا بأهم الأخبار. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ثمن إعلان تجمع بريكس بدعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارا من يناير 2024. سيادته قال امبارح: نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعا علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب أزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية. كمان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتح إسماعيل عياد الرئيس بمحكمة استئناف الأسكندرية نائبا عاما، وذلك اعتبارا من 19 من سبتمبر العام 2023. وأصدر أيضا قرارا جمهوريا بتعيين المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية مع تكليفه قائما بأعمال نائب رئيس الهيئة. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ثمن إعلان تجمع بريكس عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024، وقال سيادته: نعتز بثقة دول التجمع كافة اللي بتربطنا بيها جميعاً علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذلك مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع تابع فيه ابرز محاور تطوير منظومه التقاضي على مستوى الجمهوريه، خاصه ما يتعلق برفع كفاءه مقار وابنيه المحاكم الحاليه في جميع المحافظات او من ناحيه تطوير الجانب التقني بها. ووجه سيادته بتعزيز استخدام احدث الوسائل والتقنيات الالكترونيه والتكنولوجيه في منظومه عمل المحاكم واجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المائيه اللازمه في هذا الشان، بما يحقق سرعه الانجاز وحوكمه الاجراءات بهدف تقديم خدمات مميزه ومتطورة للمواطنين. امبارح أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية نائباً عاماً اعتباراً من 19 سبتمبر 2023. امبارح برضو أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 359 بتعيين المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس الهيئة اعتباراً من 2 سبتمبر 2023. امبارح حضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جلسة الحوار رفيع المستوى في اجتماعات القمة 15 لتجمع بريكس بجنوب أفريقيا نيابة عن رئيس الجمهورية، وعقدت القمة في إطار صيغة بريكس بلس تحت عنوان بريكس وأفريقيا شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل. وإلى جولة المحافظات، حيث تم افتتاح ملتقى توظيف الشباب في محافظة الأسكندرية لتوفير 700 وظيفة في شركات القطاع الخاص هناك. في محافظة شمال سيناء تم إنشاء 240 وحدة سكنية جديدة في مدينة العريش. كمان امبارح في المنوفية تم تسليم مساعدات مالية وعينية لأكثر من 50 من الأسر الأولى بالرعاية، وكمان توقيع مذكرة تفاهم لتوصيل الصرف الصحي لمنطقة عين البرج في الوادي الجديد. خلينا نتابع التفاصيل. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الإسكندرية تم افتتاح ملتقى توظيف الشباب تحت شعار مشروع شباب للمستقبل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لتوفير 700 وظيفة، وده على هامش فعاليات مبادرة صيف شبابنا. في شمال سيناء تم الانتهاء من إنشاء 6 عمارات بحي الريسة بإجمالي 240 وحدة سكنية جديدة بالمنطقة، والأولوية فيها لسكان منطقة الميناء بالعريش ولكل مواطنين سيناء بشكل عام.
في البحيرة قررت المحافظة خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الجديد للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية العامة بواقع 3 درجات ليكون 225 درجة بعد أن كان 228 درجة، وده في بعض المدارس اللي لسه فيها أماكن شاغرة. كمان تمت الموافقة على فتح فصول الخدمات المسائية بالصف الأول الثانوي للطلاب الحاصلين على حد أدنى 175 درجة. في سوهاج بيتم الاستعداد لإطلاق مشروع سوهاج بلد الثقافة والفنون اللي بيستهدف دعم أصحاب المواهب والحرف التراثية وإنشاء جداريات تحكي تاريخ سوهاج بالإضافة لأنشطة للفن التشكيلي وترميم التماثيل التراثية النادرة بنطاق المحافظة والعمل على تدشين أول معرض للكتاب بسوهاج وملتقى لتوثيق السيرة الهلالية. في المنوفية شهدت المحافظة تسليم مساعدات لأكثر من 50 حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة، وده ضمن سلسلة لقاءات رد الجميل اللي بيتم تنظيمها بصفة دورية لتقديم كافة أوجه الرعاية الشاملة وتخفيف العبء عن كاهل تلك الفئات المستحقة. في البحر الأحمر بتشهد مدينة رأس غارب إقامة معرض متميز لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية، وبتأتي هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة لتمكين الشباب وتوجيههم نحو سوق العمل من خلال تأهيلهم وتطوير قدراتهم وخلق فرص عمل جديدة لهم. في جنوب سيناء أعلنت المحافظة البدء في إنشاء مشروع حملة السيارات بمدينة شرم الشيخ. المشروع بيتضمن ورش مركبات وصيانة وجراج لخدمة مجلس مدينة شرم الشيخ على مساحة 12700 متر مربع تقريبا. كمان بيوفر المشروع أماكن للشاحنات واللوادر والنص نقل والميكروباصات والسيارات بالإضافة لمناطق خدمية أخرى، ومن المقرر افتتاحه أكتوبر 2024. في الوادي الجديد وقعت المحافظة مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الحضرية لإضافة أعمال الصرف الصحي لمنطقة عين البرج الواقعة ضمن حدود منطقة السبط البحري بمدينة الخرجة. بتتضمن مذكرة التفاهم توفير الميزانية اللازمة لمد خط صرف صحي رئيسي للمنطقتين، مما يسمح باستفادة 20 ألف نسمة من خدمات الصرف الصحي.